في العصور القديمة كان الحفاظ على حيوية الشعر ونظافته رمزاً من رموز الجمال، وكان أحد الاهتمامات الرئيسية في ذاك الوقت. كانت إجراءات تنظيف الشعر تقوم على استخدام الطين والنباتات والحناء والدهون الحيوانية. كل حضارة لها تقنياتها الخاصة، مثلاً تناوب المصريون بين الخل والليمون الممزوج بالماء، واختار الهنود صابوناً من خلطات النباتات، بينما في شمال إفريقيا تم دمج الطين والصابون مع الفواكه المجففة. في أوروبا تم استخدام مسحوق النباتات، وكان ذلك الإصدار الأول من الشامبو الجاف، ثم بعد ذلك تم تقديم الشامبو الذي تستخدمه في الوقت الحالي، وهو منتج للعناية بالشعر يستخدم لإزالة الزيوت والأوساخ وقشرة الرأس التي تتراكم تدريجياً في الشعر. والشامبو يعني في الأصل تدليك الرأس، وبدأ من شمال الهند. تم تقديم هذا المصطلح في بريطانيا من قبل رجل الأعمال البنغالي ساكدين محمد في عام 1814، عندما افتتح ساكدين مع زوجته الإيرلندية حماماً للعناية بالشعر والجسم. كان أول حمام بخاري في إنجلترا في برايتون، وتم استخدام الشامبو فيه وأصبح يعرف باسم حمامات البخار الهندية. في القرن العشرين تحول معنى كلمة الشامبو من معنى التدليك إلى معنى وضع الصابون على الشعر. تم تقديم الشامبو الحديث كما هو معروف اليوم لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي، وهو أول شامبو صناعي. في الهند ما زالوا يدلكون الشعر باستخدام الزيوت والتركيبات المختلفة بالأعشاب، وتشمل الشيكاكاي والصابون والحناء والحلبة والبن واللبن والصبار واللوز، مع بعض المكونات العطرية مثل الياسمين والكركم والورد والمسك. مشاهدينا، تكمن أهمية الكيمياء في صنع مواد مفيدة لا تتوافر في الطبيعة، وفي تجربتنا لهذا اليوم سنقوم بصناعة مركب كيميائي أصبح جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية ولا يمكننا الاستغناء عنه، الشامبو. أصل الشامبو كلمة هندية مشتقة من المصطلح السنسكريتي الشامبو، ويعني التهدئة. وفي تجربتنا لهذا اليوم سنتعرف إلى صناعة الشامبو مع الأستاذة لانا العقاد، معيدة في جامعة دمشق قسم الكيمياء. مرحبا أستاذي لانا. أهلا فيكي. بداية، ما هو تعريف الشامبو؟ الشامبو هو مزيج من مواد فعالة سطحيا ومعززات رغوة، بالإضافة إلى مطريات وملونات ومواد حافظة. خلينا نتعرف على هالمكونات الكيميائية للشامبو. هلا أول شيء عندي المادة الفعالة سطحيا، أو بسميها المادة المنظفة، هي عبارة عن تكسبون. في عندي الكومبرلان كمعزز رغوة، في عندي الجليسيرين كمادة مطرية، في عندي ملح الطعام مشان اتحكم باللزوجة، بالإضافة لعطر وملون، في عندي حمض الليمون لحتى اضبط البي اتش عند حد معين، والمادة الحافظة انا اخترت بنزوات الصوديوم بالإضافة لمقصب. بعد ما تعرفنا على المكونات الكيميائية للشامبو، خلونا نشوف المواصفات القياسية السورية لصناعة الشامبو.
استاذه لانا خلينا نشوف طريقه صناعه الشامبو. تمام. هلا اول شيء ما بدنا ننسى ادوات الوقايه من نظارات وكفوف، لانه نحن عم نتعامل مع مواد كيميائيه. بالبدايه عندي 700 ملي ماء، يفضل يكون ماء مقطر، وبفضل تكون حرارته بين 40 ل 50. ممكن استعمل ماء بارد، ولكن في حال استعملت ماء بارد رح يكون في عندي صعوبه باني حل التكسبه. طيب هون ليش استخدمنا الماء المقطر او ماء المنزوع الشوارد؟ هلا بالنسبه للماء المقطر انا بيهمني انه منتجي ما يعني ما يكون فيه ايونات تعاني من القساوه، مشان ايونات الكالسيوم وايونات المغنيسيوم. ولكن كمنشاه صناعيه انا ما بقدر استخدم ماء مقطر، لانه هالشيء حيكون مكلف كثير. فممكن استعمل ماء صناعي او بنسميه ماء الصنبور، بس ساعتها بدي كتر حمض ليمون كرمال عدل القساوه. هلا عم ضيف التكسابون كالماده الفعاله الاساسيه بالشامبو. طبعا انا حاسبه الاوزان وحاسبه النقص يلي حيكون اللي حيطلع عندي بالبيشر الضياع تبعه. قديش معنا وزن التكسابون؟ معي 200 جرام تكسابون لتحضير 1 لتر شامبو، وحاطه 2 جرام في حال هدول اللي حيضلوا على الدائر. بعدها رح احط معه الكومبرلان. في بدائل للتكسابون؟ هلا التكسابون هو ماده سطحيه انيونيه، انا في عندي مواد فعاله سطحيا كاتيونيه او مذبذبه، فاي ولكن التكسابون يعتبر افضلها لانه مشان قدرته التنظيفيه العاليه. رح شغل هلا التحريك. انا بيهمني انه يدوب تماما، يعني شي 10 دقائق بهي الطريقه. ممكن نضيف معه البيتاين، لانه كمان البيتاين يعتبر انه هو معزز رغوه وماده فعاله سطحيا مذبذبه، يعني انا عامله تقريبا مزيج من مواد فعاله سطحيا. كميه البيتاين 15 جرام. لبين ما يصير معنا المزيج، في عندي سؤال، انه بنشوف احيانا دعايات لشامبويات الاطفال لا دموع بعد اليوم، فيا ترى شو التركيبه الاساسيه لهالشامبو؟ هلا اجمالا الشامبويات الاطفال كل شيء تركيبته اخف، يعني مثلا بدل ما يستعملوا التكسابون الصوديومي بحطوا بداله التكسابون المغنيسيومي، واصلا بتكون النسبه اقل. حتى بالمواصفات القياسيه السوريه محطوط انه مثلا 8% نسبه الماده الفعاله لشامبو الاطفال، لانه بشره الاطفال اصلا حساسه، فما كثير بدها يعني ما بدها هالمواد الكيميائيه الثقيله لحتى تاثر فيهم. كمان بنلاحظ وقت بنروح على الصيدليه او السوبر ماركت انواع كثيره للشامبو، فبتحسي في تنافسيه بين شركات الانتاج الشامبويات، فشو بتنصحينا لحتى نختار الشامبو الصح؟ هلا اول شيء بدي اعرف انا شو نوع شعري الخاص، يعني مثلا بدي اعرف شعري دهني، شعري جاف، شعري عادي، لانه كل نوع شعر في له شامبو معين. مثلا الشعر الجاف بختار الشامبو الغني بالبروتين، الشعر الدهني بدي يكون فيه مضادات فطريات، لانه اهم مشكله بيعاني منها الشعر الدهني هو القشره، فبدي اعالج نفس المشكله. وكمان بدي اقلل نسبه الكومبرلان، لانه الشعر رح يطلع زيوت، فانا ما بدي كتر نسبه الكومبرلان فيه. اما بالنسبه مثلا للشعر العادي فالعينه الستاندر الشامبو الستاندر ممكن يمشي حاله. الشعر الجاف ممكن نحط الشامبو الغني بزيت جوز الهند او شامبو بذور العنب. يعني فينا نضيف زيوت للشامبو؟ فينا نضيف خلاصات عشبية، وفينا كمان نضيف فيتامينات، بس بدنا ننتبه كتير للفيتامينات انه ما تتجاوز النسبة الموجودة بالمواصفات القياسية السورية، لانه في حالة تجاوزت هاي النسبة حتصير مسرطنة. هلأ بس حنتأكد منها في حال انحلت، رح وقف شوية تحريك. هلأ بعد ما وصلنا لهي المرحلة رح تلاقي انه في عنا طورين، الطور الرغوة والطور الكومبرلان مع باقي المواد الفعالة سطحيا. طبعا. بس اوصل لهون لاحظي انه ما عاد في عندي لا فقاعات وما في اي كتل، يعني تأكدت انه كلياتهم حل تماما. لازم هون ينترك 24 ساعة لحتى تخلص الرغوة، لانه انا بيهمني اضبط البي اتش بين الخمسة ونص والسبعة، فما بقدر اخذ بي اتش بهالدرجة. هلا عاملين نحن تجربة امبارح تركناه 24 ساعة طلع معنا هيكو. هي بعد 24 ساعة من الترك
بنفس المقادير ونفس المكونات رح يطلع معي بهذا الشكل. هلا بدي اضمن انه تكون عندي البي اتش بين الخمسة والستة، وهذا بصراحة يعني اللي منلاقيه غالبا بالخلطات اللي بتجي بالسوق. تمام. بيقولوا انه اللي منجيبها من السوق ما أنا كتير تمام. مناسبة، لا هي فيها المكونات الاساسية ولكن بي اتش ماله مضبوط. تمام. وانا بيهمني جدا انه البي اتش يحاكي بي اتش فروة الرأس. فهو البي اتش لازم يكون بين الخمسة ونص والسبعة، هي حسب المواصفات القياسية، ولكن يفضل انه يكون خمسة ونص. هلأ هون في عند ما بعرف اذا بقرب لعندك، معناتها المرحلة كتير هي مهمة بضبط البي اتش. تمام. هلأ عنا ورقة البي اتش مشان اعرف قديش بالضبط عند البي اتش. هون طالع معي انه هو تقريبا على التسعة. فبدي عدل البي اتش بحمض الليمون. هلا البي اتش وقت بيكون عالي رح يسبب ضرر لفروه الراس، رح يسبب ضرر لانه لا يحاكي البي اتش تبع فروه الراس، فبالتالي رح يؤدي انه البصيلات تبع الشعر اصلا تضعف. ما كثير بدي احرك مشان ما تطلع رغوه كمان. هلا رح ارجع اتاكد من البي اتش قد ايه صارت. هذا ورق عباد الشمس. اي ولكن مو بس احمر وازرق، يعني انا بيهمني انه تكون بين الستة والسبعة. تمام. هذا هو البي اتش المطلوب لفروة الرأس. تماما. هلأ بقى فيني اضيف الاضافات كلياتها الباقية، بس بدأ اول تمام. لازم قبل ما اتحكم باللزوجة فيني اضيف كل شيء. عطر مثلا، مادة حافظة اللي هي بنزوات الصوديوم. حضر المادة الحافظة هي بنزوات الصوديوم. الجليسترين، وظيفة الجليسترين هو مادة مرطبة، يعني مشان ما تخلي الشعر ينفش. أكيد. هلأ بيقولوا لك مثلا كمان شامبو مع البلسم، شو بيكون فيه إضافات؟ بيكون فيه محطوط، يعني نسبة المرطبات بتكون هي الأعلى. هلأ حضيف العطر بنسبة قليلة. بيهمني كثير انه العطر ما يكون مع كحول، يعني انا بدي اياه يكون خلاصه زيتيه لانه الكحول رح يؤدي لانه يفرط يقلى يرجع طورين. تمام. رح اضيف شويه ملون. ورح اضيف المقصب. شو وظيفه المقصب معنا؟ بيعطيني هي اللمعه اللي بشوفها بالشامبويات، يعني اللمعه اللؤلؤيه. تماما. يا ترى سريع الذوبان بتكسبون المقصب؟ أكثر من العادي، بس ولكن كمان يعني أصلاً التكسبون هو عبارة عن سلسلة طويلة بالإضافة لرأس لا قطبي، عفواً رأس قطبي، سلسلة لا قطبية ورأس قطبي، فانحلاله بالماء بيكون شوي ضعيف. هلا بدي أرجع أركب هون. هلا شو رح نعمل؟ هلا بدي ارجع احرك مشان اضمن انه كامل مكونات تجانست. رح خفف شوي السرعه. رح يرد يطلع معنا الهواء. بس مو مثل هذا، هلا شوفي هون كل ما تركته حلاقي انه ارتفع بالنسبة. تمام. هلا نحن ضبطنا البي اتش فما عاد يهمنا موضوع الرغوه او تماما. هلا مثل ما عم نلاحظ انه المكونات امتزجت، فبدي خفف شوي التحريك لحتى اضيف الملح، هو لرفع اللزوجه. طبعا بدي اضيفه على مراحل. تمام. هو اللي بيعطي القوام اللزج للشامبو. تماما. خليه مثل العسل. تمام. نكون حذرين بإضافة الملح لأنه زيادة منه بفرط زيادة الشامبو. منه بيرجع محلول مثل الأول. لاحظي هون أنه ما عاد تتحرك بطريقة كتير كبيرة مثل الأول. صار كثيف. تمام. هلأ لحتى نتأكد أكثر أنه كمية الملح اللي ضفناها مناسبة، بس رح أعمل هيك. تمام. كيف عم ينزل؟ ايه. هون صار عندنا هيك بنكون خالصين تماما. قوام سميك.
بنفس الطريقة كمان بده ينترك تقريبا شي ساعتين بس لحتى تخف الرغوة اللي طلعت معي نتيجة التحريك وبيكون جاهز للاستعمال. فينا نشوف القوام بالمعلقة؟ أكيد تفضلي إذا بدك تأكدي منه. تمام. هيك بنكون حضرنا 1 لتر شامبو. شكرا استاذه لانا، يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك. وهيك كانت التجربه لهذا اليوم، نتمنى انه نكون حققنا المتعه والفائده. الى اللقاء.